أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بقطع مسيرة قادمة من لبنان نحو 30 كيلومترا في سماء إسرائيل دون أن يتم اعتراضها. الإذاعة الإسرائيلية أوضحت أن الطائرة المسيرة حلقت لأكثر من 10 دقائق فوق منطقتي الجليل الأعلى والجولان، فيما أفادت مصادر بتعرض قاعدة عسكرية في الجليل الأعلى لإصابة مباشرة ما تسبب بإصابة 3 جنود. هناك بام عفلولس. هناك بام عفلولس. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه منصات صاروخية تابعة لحزب الله في منطقة راشي الفخار جنوبي لبنان، بما في ذلك منصة كانت جاهزة للإطلاق. وذكر الجيش في بيان له أن انفجارات ثانوية حدثت بعد القصف، ما يشير إلى وجود ذخائر داخل المنصة.